انتبهوا أيها السادة، انتبهوا أيها السادة، بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير والهنا والسعادة على كل السادة المشاهدين، مساء التفاهم والحب على كل المصريين. على مدار السنة بنحتفل بمناسبات كتير، سواء كانت وطنية أو دينية، وبنستنى المناسبات دي من السنة للسنة علشان نفرح ونهني بعض. المسلم يهني المسيحي، والمسيحي يبارك للمسلم، والمناسبات دي بتعدي علينا بخير طالما جوانا خير. ليه ازعل بقى ان في ناس بقت بتستنى مناسبات معينة عشان تعكر الصف وتصطاد في المية العكرة؟ ناس بتستنى بعض المناسبات عشان تثير الشغب وتحرض ضد الدولة واستقرارها. والله أعلم الكلام ده لصالح مين. عموما عشان أكون صريحة أكتر وأدخل في الموضوع على طول، أيام قليلة وحتهل علينا ذكرى 25 يناير، وكل ما الذكرى دي تقرب تلاقي الناس دي بتضاعف من محاولات التحريض ضد الدولة وتشويه كل التضحيات اللي بيقدمها أبطال الجيش والشرطة، والتركيز على بعض الأخطاء الفردية من جانب بعض الضباط، واستخدام عناوين مستفزة زي عودة التعذيب في أقسام الشرطة، وعودة الداخلية للقمع وكبت الحريات، وتكميم الأفواه، وكلام مجعلص كده معرفش والنبي أخويا بيجيبوه منين. رغم أن وزارة الداخلية نفسها أعلنت بدل المرة 1000 أن الضابط اللي هيغلط هيتحاسب وبشدة، مفيش تستر على أي تجاوز. طب أنتوا عايزين إيه تانية؟ الناس دي بتكره الوطن ومستحيل يكون عندهم أي انتماء لمصر. عموما أنا هجيب لكم الخلاصة، حركاتكم في شنك والناس فاهمة ألعبكم، والشعب المصري خلاص وقف على الطريق الصح ومستحيل يرجع لورا أبدا، ومستحيل يضحك عليه تاني مهما حصل. وذكرى 25 يناير وغيرها هتعدي إن شاء الله علينا بسلام وأمان، وهتحسوا قد إيه أنتوا صغيرين، وكلمة مصري اللي في بطايقكم دي خسارة فيكم. وأنا من هنا حبيت أوجه رسالتي لكل المصريين الشرفاء، كبار وصغيرين، ما تخلوش حد يأثر عليكم، ما تدوش فرصة لحد ما عندوش ضمير يوصل للي هو عاوزه. سندوا الجيش، دعموا الشرطة، قربوا منهم، وصلوا لهم مشاعركم، عرفوهم إنكم معاهم وبتسندوهم. أقل حاجة ممكن يكون لها مفعول السحر ايوه، وردة صغيرة لضابط واقف في الشارع عشان يحميكم والحمي هو الله سبحانه وتعالى. صورة سيلفي مع عسكري بيضحي بروحه عشان تحسوا بالأمان. هي دي أفضل رسالة نقدمها لطيور الظلام، ونقول لهم الشعب والجيش والشرطة إيد واحدة، وهيفضلوا إن شاء الله إيد واحدة. أنا واثقة فيكم وواثقة في وطنيتكم، مش خايفة، والله ما خايفة من أي حاجة، لأن مصر محمية بناسها المخلصين. أنا بقول الكلام ده طبعا من قلبي واثقة إنه هيوصل لقلوبكم برضو، قلوبكم الطيبة اللي ما تعرفش حقد ولا غدر. وربنا يكفينا شر ولاد الحرام يا رب وعملاء العم سام، والتحية مصر. ندخل بقى على مواضيع حلقتنا النهاردة. الحقيقة المواضيع مهمة جدا. هيكون معانا إن شاء الله النهاردة المهندسة هبة محمد عادل، المسؤول الخيري بدار الباقيات الصالحات، واللي هنتكلم معاها في حاجات كتير قوي عن العمل الخيري اللي بيقدم في الدار دي، وهنعرف كمان منها المجهود الكبير
اللي بيبذلوا نخبة من الفنانين المتطوعين عشان يخلوا المكان ده مبهج ورائع للأطفال والمسنين والمرضى المقيمين بالدار. هيكون معانا كمان في فقرتنا التانية الدكتورة عبلة البدري مدير قرية الأمل أو قرية المغتصبات، ودي عبارة عن أول مركز متخصص في إعادة تأهيل ضحايا جرائم الاغتصاب والتحرش ودمجهم من جديد في المجتمع. خليكم معانا وركزوا قوي قوي في فقراتنا النهاردة، وطبعا مستنية مشاركتكم وتليفوناتكم من خلال التليفون الأرضي والدولي وعلى الاس ام اس. وعايزة أرجع أفكركم تاني يا جماعة، التكافل الاجتماعي بجد أنا فرحانة جدا وسعيدة جدا بجميع أنا مش عايزة أقول إنها تبرعات، أنا عايزة أقول إنها مساعدة من أخت لأختها أو من أخ لأخوه، لأن إحنا عيلة واحدة، كل الشعب المصري عيلة واحدة، ولازم نشيل بعض في أوقات بنكون إحنا محتاجين لبعض، حد محتاج علاج، حد محتاج دواء، حد محتاج تجهيز عروسة وغير قادر، حد برضو عايز يطلع رحلة عمرة وغير قادر ويستحق هذه العمرة. إحنا كمان عندنا كل شهر عمرة لحد، بس تبعتونا على الاس ام اس ايه الحكاية. وكمان ما تنسوش الام المثالية او اي حد من العائلة او جيرانكم، انتوا شايفينه انه مثالي وربى اولاده بمثالية، ده كمان هيكسب معانا ان شاء الله 5000 جنيه. نروح فاصل ونرجع لكم. هي الفكرة ابتدت ان كان عندنا ناس اصحابنا معانا في الدفعة كتبوا على الفيسبوك ان احنا عايزين نعمل حاجة نكمل بيها، ان احنا كلنا يعني سيبنا الكلية والكلام دوت، وفي نفس الوقت نستفيد بالفن اللي احنا فيه دوت ونساعد ناس. بس ابتدينا نلم بعض وقالوا ان في الدار ديت محتاجة ان حد يجي ويلون ويرسم والكلام ده كله، واحنا قلنا معاكم باذن الله. المفروض ان شاء الله ان احنا بنحاول نرسم غرف الاطفال بتاعت دار بقيات الصلاحات تبع دكتورة عبلة الكحلاوي، ربنا يكرمها يا رب، وبنحاول ان احنا نعمل لهم اتموسفير حلو ان هم يكونوا موجودين فيه على قد ما نقدر. طبعا احنا جينا هنا دار استاذة دكتورة عبلة الكحلاوي بنرسم للاطفال، احنا خريجين فنون جميلة، وده طبعا عمل تطوعي مننا. هي بتختلف من اوضه لاوضه، اولا في اوض صغيره وفي اوض كبيره، وفي اوض فيها فنانين بيرسموا عدد منهم يعني مثلا 3 أو 4، وفي بتبقى فنان واحد بس. عملنا دورين والثالث قرب يخلص، يعني كذا اوضه فيه. احنا كلنا هنا متطوعين خريجين فنون جميله، فاي حد يحب يتطوع معانا يعني يبقى كتر خيره، يعني ان احنا محتاجين اعداد لان المرضى ابتدوا ييجوا، النزلاء ابتدوا ييجوا يسكنوا في الدار بالفعل في الادوار اللي تحت. الدار هنا بصراحة مكان يعني ما شاء الله، كخدمة كرعاية للأطفال، كرعاية لينا كمان، كل حاجة هنا متوفرة للطفل ولينا. كل اللي في الدار، كل الناس اللي بيعملوا العاملين بالمكان بصراحة كلهم بيوفروا لنا خدمة كويسة ورعاية كويسة، ومعاملة الأطفال ما بيعملوش العيل على أنه مريض، أكنهم أطفالهم، لو أطفالهم والله ما يعملوا معهم الحاجات اللي هم بيقدموها لنا بصراحة. ما فيش أي مقابل هنا، كله مجانا، زي علاجنا بالظبط في مستشفى 57 هنا برضو كله مجانا، أكل إقامة شرب كل حاجة بالمجان، ولا بندفع أي حاجة ولا هم اللي بيقدروا عليه، هم اللي بيدوا لنا، إحنا بنبقى مش محتاجين وهم اللي كمان بيساعدونا وبيدوا لنا، عشان هم عايزين يرفعوا من روح الطفل المعنوي، عايزين يبسطوا الطفل من لعب لهدايا لبس لكل شيء متوفر لنا في الدار. احنا نفسنا الناس تيجي وتحاول تساعدنا، لان احنا طبعا عددنا بنحاول ان احنا نلم اكبر عدد ممكن من الناس ان هم يساعدونا بمجهودهم ان شاء الله، حتى يوم في الاسبوع يجوا يساعدونا في الرسم، لان لسه
موضوع كبير قوي. لا في قوات تانية طبعا احنا محتاجين اعداد على قد ما نقدر من كلية او اي حد عنده موهبة انه يجي يساعد ويعمل حاجة خير زي كده. القوات كتير والدورهم 4 ادوار ولسه كمان في جزء تاني مخصوص للمسنين اللي عندهم الزايمر، فطبعا محتاجين ناس كتير متطوعين. احنا كلنا هنا متطوعين خريجين فنون جميلة، فأي حد يحب يتطوع معنا يعني يبقى كتر خيره. يعني ان الناس اللي هنا بصراحة يعني انا بشكرهم وبقدم من كل قلبي ومن كل صميم قلبي والله العظيم ان انا بشكرهم وهدوم اللي هم بيعملوه للطفل. شكرا لكم، وانا بقول لكم بخالص الشكر وللدكتورة عبلة الكحلاوي وكل بلسان كل الامهات وكل الاطفال ليها والاولادها وكل العاملين بالمكان، بنقول لها الف شكر الف شكر بجد، طالعه من قلب كل ام ومن قلب كل طفل هنا في المكان. ربنا يجازيهم خير وربنا يجعله في ميزان حسناتهم يا رب ان شاء الله. حب بلدي. بتكبري تطلعي ايه؟ دكتور. السخف. طبعا احنا في البدايه بنحب نشكر الدكتوره عبله الكحلاوي جدا جدا، وهي سيده خيره طول عمرها من ساعه ما عرفناها. اسمحوا لي بقى في بدايه فقرتنا ارحب بالمهندسه هبه محمد عادل المسؤول الخيري لدار الباقيات الصالحه. اهلا بيك يا مشكلة. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ الحمد لله مدام خيرة. انت بداية لما نويتي ان انت تروحي دار الباقيات الصالحات جهتك قلتي لي ان انت مهندسة معمارية. فنون جميلة قسم عمارة. تمام. روحتي كان ده لسه الدار ما انشأتش؟ لا لا لا، الدار منشأة ومتشطبة وجاهزة للسكن، بس كانوا طالبين تطوع بالرسم على الحوائط رسومات مباجة للاطفال عشان يعني نغير نحسن نفسيتهم معنوياتهم شوية. طبعا. فده كان يعني مطلوب بقاله فترة، واتطوع أكتر من حد بأنه يحاول يعمل ده، بس طبعا الجهد الذاتي صعب جدا في يعني في حجم الدار. فتعمل أوضة أو اتنين عمل مش متخصص قوي ومش يعني طالع مش مظبوط قوي، صلحنا فيه شوية حاجات كده. وكان في أوض كتير بقى، يعني هو الدور فيه 7 غرف و4 ادوار، فطبعا لما نقعد حوالي مثلا شهر في اوضتين يبقى مش هنخلص. طبعا. فكان سبحان الله يعني ان ربنا سبحانه وتعالى حط في طريقنا، كنا بننشئ جروب جديد، جروب للعمل الخيري التطوعي بالمجهود، مجهودنا كفنون جميله بكل اقسامها، عماره وديكور وتصوير وجرافيك ونحت. يعني ما حدش بيدعمكم؟ لا احنا لسه جديد خالص، يعني احنا عاملين الجروب يوم 14 اكتوبر. تمام. هو ليكم قد ايه تقريبا؟ احنا يعني عددنا وصلنا حوالي 2000. طب هايل. بس اللي حاصل ان احنا يعني ده كان حاجه عاطفيه، ان واحد زميلنا توفى وكنا عايزين نعمل له حاجه خيريه يعني زي ما الناس بتعمل. ايوه. نكفو اليتيم، نعمل. فقررنا ان احنا نعمل حاجه تمتد بقى ان شاء الله تكمل forever. يعني ان شاء الله. يعني هو حتى اسمه كده Fine Arts Never Ends. Never End. بلا نهاية. بلا نهاية. إن إحنا نفضل فنون جميلة ككل الأقسام متكاملة. أيوه. نقدر نعمل العمل الخيري بدل ما الناس بتحط فلوس عشان تعمل شغل يعني بتحاسب اللي بيعمل الشغل. إحنا هنتطوع بمجهودنا. عمل خيري. يعني مش معقول حد هيروح يرسم أوض للأطفال اللي عندهم كانسر وهياخد مقابل. ما هو حضرتك احنا بقى عكسنا الفكرة. ان احنا هنعمل ده كتيم وورك، مش 2 او 3 او 1 بطوله. أي. وفي نفس الوقت بدون مقابل، بس مش ان احنا بندعم بالفلوس. يعني بدل ما انا ممكن اروح مثلا ادفع فلوس بالزبط. واجيب رسامين واحاسبهم باليوم بالزبط. يعني هو لو الدكتورة عبلة في الاخر ما لقيتش حد يتطوع كانت هتعمل ايه؟ كانت هتعمل كده طبعا. زي ما بتشطب بتجيب استشاري، زي ما بنبني مثلا غرف اي مستشفيات. فانتوا تطوعتوا؟ احنا تطوعنا. تمام. في مشروع تاني حضرتكم متطوعين فيه؟ هو حاليا احنا بنحاول نعمل مشروع لاندسكيب، ان احنا نزرع شجره قدام كل عماره. ده مشروع قابل، يعني حاطينه تحت الدراسه. في مشروع تاني فاتحين فيه
ان احنا نسقف البيوت. احنا جبنا بطاطين فعلا، عملنا مشروع بطاطين، ده كان سهل طبعا ان احنا نجمع فلوس ونشتري بطاطين ونوزعها. بس انا دايما بقول احنا العمل الخيري بتاعنا مفروض يبقى متخصص عن كده كتير، لان قدراتنا اعلى. يعني انا بدل ما هدي فلوس لناس لجمعيه خيريه تسقف البيت، طب ما هروح انا كمهندس كاستشاري اجيب مقاول اجيب صنايعي واحاسبه او اتصرف وادفع الفلوس برضو هم هيدفعوها عادي. لا انا بالمناسبه دي كمان عايزه احيي جمعيه اتعملت في مدينتي انهم بيلموا الهدوم الشتوي لاطفال السوريين اللي في الطلبيه. هم راحوا وشافوا الحالات دي فلو اطفال صغيرين لسه لابسين ملابس خفيفه جدا ما لا تقي من برد الشتاء يعني. ولا بطاطين ولا فرش ولا حاجه. فالحقيقه انا بحيي جدا اقول عليها ايه، هي جمعيه مجموعه داخل فيها ناس كتير جدا من مدينتي. تمام. وبيعملوا العمل ده وانا بحييهم. هنا وان شاء الله باذن الله هنستضيف حد منهم عشان احنا برضو نساهم من ناحيتنا. في لانه في ناس فعلا من السوريين بقول لحضرتك في الطلبيه مفيش هدوم، مفيش فرش، مفيش بطاطين. والله وفي في اكتوبر برضو كده في كتير برضو اطفال امكانياتهم يعني مش سامحه بان هم يقدروا يشتروا فلوس. بس على حضرتك هقول لك اللي ساكنين في الطلبيه دول يعني فعلا ما معهمش اي مورد رزق خالص. غير طبعا الناس واخواتنا يعني. تمام. طيب حضرتك عندك الوقت الكافي ان انت تروحي انت بتشرفي ولا بترسمي برضو؟ لا انا لحد دلوقتي بعملهم، لا مش برسم لحد دلوقتي، لا انا مش برسم بس بعملهم على بعض. لان يعني هو ده انا سبب او هدف ان انا نفسي جروب ينتشر. يعني انا بعمل الاعلانات على الجروب وبقول البروجكت اللي احنا عايزين نعمله، بحط الفكره وبطرحها للمناقشه، بتقبل تليفونات المتطوعين، باخدهم بقابلهم، ببتدي اديهم الادوار الاوضه مين هيبقى مع مين، بوفر لهم الخامات كلها. احنا عملنا اول دور تقريبا على حسابنا احنا على حساب الجروب. دكتوره عبله ربنا يبارك لها هي قالت انا هوفر الخامات وكل حاجه، بس احنا قلنا اول طلعه نعملها كلنا لسه ايه يعني طبعا. نقوم بيها كامله يعني. بس انا عايزه اقول لك انتوا بتعملوا عمل بجد عمل عظيم جدا، لانه في اطفال عندهم الكانسر وجايين من بلاد بعيده. تمام. فزي ما حضرتك تفضلتي وقلتي لي انهم بيناموا قدام على الرصيف قدام المستشفى. دي حقيقة. مش بس كده، لان بيبقى العلاج يومي. ده هم كمان يوميا ما شاء الله الدكتوره عبله بتوفر لهم وسائل انتقال، يعني بيروحوا بباصز بتاعه الدار سواء معهد الاورام او مستشفى سرطان الاطفال. أيوه. وبيرجعوا على الدار الوجبات والاقامه. وبعدين الجميل الرياكشن بقى، يعني احنا لما اول دور سكن احنا حسينا بقيمه الفعل بقى. اكيد قيمه العمل بقى. اكيد. طب ما عندكوش تبرعات؟ ما يعني مش حد بيدعمكم؟ الدوله ما بتدعمش؟ بصي حضرتك هي ما شاء الله الدكتوره عبله هي يعني ده دورها في الدار بكل النواحي. يعني حتى دلوقتي احنا مبنى ابي ودار ابي ودار امي، يعني على فكره دار الاطفال اسمها دار ضنايا. حلو قوي. ودار ابي ودار امي دار مسنين مرضى الزهايمر، متشطبين برضو وجاهزين، بس طبعا بتحتاج لسه في الفرش في الانتيريور طبعا، اسانسيرات مثلا كلها مش راكبه مع اني اربع ادوار ما نقدرش نطلع كتير طبعا. محدش يقدر صعب، لا اطفال مرضى ولا مسنين طبعا. فطبعا طبعا. ده ربنا يبارك للدكتوره عبله، ده من زمان هي ما شاء الله اكسبرت في القصه دي طبعا. احنا دورنا جهد، ربنا يقدركم على بذل الجهد ده ان شاء الله. يا رب. معنا تليفون استاذ عبده. الو الو يا استاذ عبده. الو. ايوه. السلام عليكم يا مدام هاني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسترك دنيا واخر. يا رب احنا وانت، اللهم امين. انت وضيفتك المحترم، اللهم امين احنا وانت، ويبارك فيكم ويجعلكم نور يا رب لكل واحد محتاج يا رب. واني يا استاذ هاله ايوه يعني جبت الكارت عشان اكلمك واكلم ضيفتك المحترمه واكلمك واقول لك انت منوره الدنيا يا رب، واشوفك انت وضيفتك في الكعبه باذن الله يا رب يا رب يا رب. وفي واحد جاري اسمه فضل ايوه، ونفسي حد يجي يشوف منظره وبيته وعياله يصعبوا على اي حد. في انهي منطقه حضرتك؟ جميع الوسائل. عارفه يا استاذ هاله في انهي منطقه حضرتك؟ في محافظه الشرقيه.
في الشرقية. وعارفة يا استاذة هالة؟ أيوة فندم. ما كانش لحمة قادله شهرين ونص، وعنده مرض الفيروس، وما عنده ثلاث عيال، والله العظيم ما بيعرف يتكلم كلمتين على بعض. وراجل بالله 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 يعني، حتى لو شفتيه واستضافيه عندك في البرنامج، أنا متأكد إن جميع العالم الأوروبي قبل العربي هيتصلوا عليه، هيصعب عليه. طب حضرتك استأذنك في تسيب تليفون حضرتك، واحنا هنتواصل معاك عشان نعرف عنوانه، وان شاء الله ربنا يقدرنا ان احنا نقدم له حاجه يعني. يا رب ربنا يسهل. حاضر. معانا مدام زهيره. الو. حول ولا قوه الا بالله. اهلا، مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا بيكي. اموري يا فندم، اتفضلي. حضرتك الحمد لله، ربنا يخليكي. ربنا يجعله في ميزان حسناتك كل اللي بتعمليه. يا رب جميعا يا رب. والضيفه الكريمه، انا كنت حابه بس ان البشمهندسه بس تديني نمره جمعيه الباقيات الصالحات بعد اذنها ضروري، عشان عايزاها ضروري. حاضر حاضر حضرتك، سيبي رقمك وهنتصل بيكي نديك النمره. حاضر، عينينا ان شاء الله. طيب قولي لي، جمعيه ابي وامي اللي لسه هتنشئ؟ لا، دار ابي وامي منشاه فعلا. منشأة بس ما حدش جالس. منشأة ومتشطبة؟ لا، ابتدى تسكين جزء من دار أبي وجزء من دار أمي. طيب هل أصلاً عايزة أسأل سؤال مهم قوي يا باشمهندس؟ معلش. طبعاً الأطفال المرضى بيجوا معاهم أمه أو أبوه. دي حقيقة. وبيقعدوا معاهم ويقيموا معاهم. صحيح. المرضى كبار السن اللي عندهم ألزهايمر. هل بيبقى حد معاهم ولا أهلهم بيجيبوهم ويسيبوهم أو أولادهم بيجيبوهم؟ لا لا لا، في معاهم. بس مش بيقيموا معاهم. تمام. والدار موفرة يعني جليس لكل حد، يعني مثلا كل أوضة فيها اتنين. أيوة. بيبقى فيه اتنين ممرضات، فيه اتنين جليس، فيه الدور فيه مشرفة، يعني متقسم، يعني هي الأدوار هناك متقسمة. أيوة. بحيث ان كل تقريبا سبع أوض بيبقوا مع بعض أو ست أوض. طيب الغير قادر على انه يوفر لنفسه تكاليف العلاج؟ هو اللي انا اعرفه ان دار ابي ودار امي الدكتورة عبلة سامحة بالاتنين، اللي غير مقتدر بيقيم على حسابها، انما في ناس قادرة يعني. أيوة. في حد مثلا والده عيان بس عايز رعاية، بس عايز رعاية، لان الزهايمر مرض مش طبعًا سهل يعني. طبعًا. ما فيش تفاهم مع الانسان يعني طبعًا. يعني ما بيعرفش ابنه مثلا طبعا، فما بيقدرش يتعامل معاه بعد سن معين او مرحلة معينة، فبيودي. في ناس ما شاء الله مقتدرة وإمكانياتها كويسة جدا، يعني بيقيم على حسابهم. بيقيم بيدفع إقامة. بيدفع إقامة. بيدفع إقامة. إنما الأطفال لا. الأطفال. الأطفال حتى مجاني. لا لا، أطفال مجاني. لا، هي عاملاها. يا دكتورة عبلة، يا رب. يا رب يا رب يبارك لها يا رب. طيب هل في مختلف أمراض تانية ممكن يعني افرضي حد ما عندوش حد في الدنيا. وتعبان. أو عنده مرض معين. هل بيتواصل مع حضرتك او مع الجمعيه مع الجمعيه؟ في مسؤولين طبعا في الجمعيه عن الجزئيه دي. يعني في يعني هو ما شاء الله مجموعه من اللواءات اللي ماسكين المانجمنت بتاع الدار، انما في متخصصين في الجزء الخيري او الاجتماعي، بيدرس الحاله او بياخد الاسم وبيبحث الحاله وبيشوف اذا كانت تستحق ولا لا. وفي بقى بعد كده طبعا مسؤول اداري، في مسؤول الامن، في يعني كل حاجه. بس انا بسالك السؤال ده ليه؟ عشان اطمن الناس. ايوه، لا نطمن الناس انه اي حاله ممكن الدار تقبل. ايوه طبعا، لو حاله تستحق بتقبلها فورا. دكتوره عبله ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا يبارك لها يا رب. ويبارك في بناتها، لان هم ما شاء الله كمان بيحلوا محلها، ويبارك في اختها برده. يعني المانجمنت هناك صعب لان الدار كبيره. طبعًا. وده مش العمل بس الوحيد، يعني هي ما شاء الله المقر الرئيسي في شارع 9، ده الاكستنشن اللي هي لما لقت الضغط عليها وما شاء الله يعني اقبال الناس واحتياج الناس بالذات الاطفال، يعني موضوع الاطفال ده كان مهم قوي ان هي تعمل له امتداد. فده ما شاء الله لقد الى بالله صرح، يعني لو حضرتك عندك الصور. أيه. من بره. ولسه بقى في مستشفى، يعني ده الاكستنشن اللي احنا عايزين باذن الله نتابعه كجروب. لا، انتوا تتابعوه كجروب، وفي ولازم يبقى في متطوعين. احنا عايزين نتابعه بقى كمواصفات ما تطلعش عن ايدينا، لان هي ما شاء الله بتصرف كتير جدا، وعدم وجود حد يعني متخصص في الحتة دي. هي ما شاء الله بتصرف، واستعدادها ان هي تكلف وتشطب وتهيئ كل المريض كل اللي بيحتاجه. حتى لحد النهاردة لما بنقول ان ده مثلا الارضية دي غلط، بتقولي حليها،
اعمليها يا هبه. يعني هي في اتنين، انا وتامر فاروق، احنا المسؤولين عن الجروب. أيوة. احنا الاتنين معماريين. أيوة. فورا بتطلب الحاجه، يعني ما بتفكرش، احسبوها وقولوا لي كام، شوفوا انتوا المريض محتاج ايه. هي اصليه يعني سبحان الله بريوريتي الاولى لاي حد فينا ان المريض اللي جاي يتلقى الحاجه. أكيد. الاحتياج الاساسي اللي هو محتاجه في الحياه. طبعا طبعا. فالاطفال مثلا احنا بنهيئ حاجه متخصصه، يعني انا اللي معايا اغلبهم الجروب اللي حضرتك شفتيه، وفي طبعا منهم تاني كتير مش متصورين. رسوم متحركه، يعني قسم جرافيك فنون جميله رسوم متحركه، ففي رسومات شدة الاطفال ومحدش، يمكن الكبار مش عارفين ليه يعني مش حاسين بيها. لا ما هو الاطفال بتجذبهم الالوان والرسومات، بيحسوا فعلا انهم قاعدين في حته مبهجه بالنسبه لهم. لان ده اكيد مش متوفر طبعا ولا في بيوتنا احنا كمان، انك تعملي الاشكال. لا وبيجروا بقى من اوضه لاوضه، انا عايز الاوضه اللي فيها الاسد، لا انا رايح للاوضه اللي فيها يعني ما شاء الله الاطفال نفسها تفاعلها. بقول لحضرتك لما سكن الدور الاول حسينا فعلا بقيمه المجهود. طيب انا عايز اسال سؤال مهم برضو بعد اذنك باشمهندس. التمريض، قسم التمريض اللي بيمسك الحالات او اللي بيتابع الحالات، هل هم فعلا متخصصين ولا متبرعين وهم اصلا ما كانش يعني ما لهمش في مهنة لا التمريض؟ لا هو في كده وكده، بس اللي متبرع برضو بيتلقى تدريب قبل ما يدخل في الموضوع. لا ما حد يعني ما فيش حد مش بروفيشنال بالظبط. ما ده اللي انا عايز اسال عليه. لا يعني يعني في متطوعين، في متبرعين بيجوا وما شاء الله الاقبال غير يعني. بص حضرتك انا بشوف هناك خير، انا ما كنتش اتخيل انه موجود في الدنيا ما شاء الله. لا والله مصر مليانه مليانه بجد حقيقي، مليانه بالخير بقولها حقيقي. من قلبي بجد خير غريب، وناس بتسمع بس على الموضوع تلاقيها رايحه تجري عايزه تعمل اي حاجه، وناس بتيجي تلاقيها بتجيب خامات، وناس عايزه تزور الاطفال وتطبطب عليها. بس بتشوفي خير غريب في القلوب، يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله. خشي المكان ترتاحي، ومتاح طبعا ان اي حد ممكن يجيب للاطفال اي حاجه. ايوه ناس بتيجي كتير ما شاء الله زيارات وتجيب. احنا سكننا دور واحد. يعني احنا حاليا زي ما قالوا كده الجروب حضرتك شفتي في الريبورتاج، خلصنا الدور الثاني تقريبا، ولسه الثالث قرب يخلص باذن الله، فاضل لنا دور كمان ان شاء الله. بس هي الدكتوره قبل ما تسافر سكنت الدور الاول، عملنا حفله افتتاح كده صغيره وسكنت الدور الاول اطفال، وابتدت بقى في المرضى المسنين يعني جزء امي وجزء ابي. بس ده لسه ريسنتلي، يعني بقالناش اسبوعين تقريبا الكلام ده حصل. لا وان شاء الله بعد الحلقه دي انا متاكده انه بيتفرج علينا ناس عايزين يعملوا خير. أيوة. وانا بقول يا جماعه الغيره في الخير لازم تبقى ايجابيه. جميلة. صح يعني صح. غيروا من بعض. صح. صح. يعني شوفوا الناس حتى اللي مش قادر انه يروح الدار ويجيب اي حاجه معاه بيروح يطبطب على الاطفال الصغيرين. صحيح. ده برضو ده ثوابه كبير قوي. ايوه محطوط العاب بره كده زي جاردن برضو اتعمل للاطفال كده زي كيدز جاردن كيدز كورنر كده. ايوه في ناس ساعات بتيجي مثلا تجيب زحلقه، يعني اي حاجه تخطر على بال حضرتك، اصلها اطفال مريضه، هو في الاخر طفل اول ما بيلاقي فيه بيفرح، واول ما بيقدر بيقوم يجري يلعب سبحان الله، كأن ربنا اللي بينسيه. وطبعا في اطفال يا حبيبي ربنا يعافيهم يا رب ويعافي كل مبتلى، ما بيقدروش يتحركوا بيبقوا تعبانين نايمين على ايد مامتهم، بس بنقول ان شاء الله ربنا يعافيهم ويشفيهم يا رب ويعافي كل مبتلى. انا شاكره ليكي جدا. العفو انا اللي متشكره لحضرتك، ربنا يبارك والله لحضرتك. والله وانتي كفايه يعني سمحتك، وكفايه ربنا ان انت بتعملي الخير ده رب. يعني ربنا يتقبله يا رب منا جميعا باذن الله. الجروب اللي معايا كمان جروب جميل، ربنا يبارك لهم كلهم يا رب والله. ان شاء الله جميعا ويبارك في حضرتك ربنا يخليك. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. في الفرع ده مش في الجمعيه، في الفرع ده فيه 13 موظف ما بين مدرب واخصائي اجتماعي واخصائي نفسي وعماله يعني خدمات معونه. في 25 حاله امهات واطفالهم
مقيمات بالمركز. المركز بيقدم لهم أوجه الرعاية الكاملة من تأهيل ورعاية وتربية وتدريب على حرف مختلفة. عاوز أعرف منك بالك قد إيه هنا في الدار؟ هنا بقالي شهر ونص. هنا أنا دلوقتي بقالي سنتين. احنا ممكن بتجيلنا الحالات من خلال مراكز الاستقبال المنتشره في القاهره واسكندريه والتابعه للجمعيه، او من خلال الجمعيات الثانيه، او من خلال وزاره الداخليه. من خلال الانشطه اللي بتتم في المركز لتاهيل الامهات الصغيرات بنحاول نوصل للهدف الاساسي للجمعيه اللي هو اعاده ادماجهم في المجتمع ثاني. موفرين لي الرعايه اللي انا واللي في بطني وكده، وبرضه مخلين بالهم مني في حاجات كتير، ولما بعيا بلاقي ناس كتير قوي هنا واقفه جنبي. من اول الاعاشه الكامله في توفير متطلبات الحياه الاساسيه من اكل وشرب ولبس ورعايه صحيه، ثم تدريب على الحرف مختلفه من خلال برامج للتاهيل والتدريب. وخلال برامج التدريب والتاهيل دي بنديهم حافز نقدي يومي لتشجيعهم على الالتزام وسرعة التعلم والتمكن من الحرفة اللي بتدربوا عليها. هنشتغل بيطلعنا ورش الكيك بنشتغل فيها، وفي ورش الخياطة دي بنشتغل فيها وبيدونا ناخد عليها فلوس، ممكن عاوزين أي حاجة هما بيجيبوها لنا، مش بيخلونا عايزين حاجة. الإمكانيات المادية يعني توفير متطلبات عشان نوفر متطلبات الحياة الأساسية للبنات ونحسنها من وقت للتاني، ونحاول نوفر ورش غير تقليدية للتدريب والتعليم، فده بيتطلب تكاليف مادية كبيرة. فطبعا الجمعية قائمة على التبرعات، والتبرعات بالنسبة للفئة دي ضعيفة إلى حد كبير بسبب نظرة المجتمع لي. أنا مش عايزة أطلع مرة تاني، يعني أنا هنا أرحم من بره بكتير، أنا بره اتبهدلت أصلا. انا شايف هنا اللي حياة احسن بكتير من بره، وانا مش عايز اطلع بره تاني. موضوع الفقرة دي يا جماعة موضوع حساس جدا، هنتكلم عن كيفية تأهيل الفتيات المغتصبات وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع مرة أخرى. طالما طبعا هنتكلم في الموضوع ده يبقى لازم هيكون معانا الدكتورة عبلة البدري، الأمين العام لجمعية قرية الأمل، أول جمعية في الشرق الأوسط تحتضن الفتيات المغتصبات وبتعيد تأهيلهم من جديد ومساعدتهم على تجاوز الجريمة البشعة اللي تعرضوا ليها. ومش بس المغتصبات، لكن كمان أطفال الشوارع اللي بتعيد الجمعية تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. بنرحب جدا بضيفتنا الدكتورة عبلة البدري، ونبتدي ان شاء الله المناقشة الجميلة. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا دكتورة الاول؟ الحمد لله الحمد دكتورة لله. انا بحييكي جدا طبعا على المشروع ده، لانه دي مشكلة عايشة معانا في مجتمعنا. اكيد اكيد بتتزايد كمان. وبتتزايد. طبعا. طب انتوا عندكم تقريبا قد ايه من الفتيات اللي انت سميتيها ايه جمعية الامهات الصغيرات؟ الصغيرات الصغيرات. ايوه. يعني بيحصل حالات اغتصاب وبعد كده بيحصل حمل؟ بالظبط. وانت قلتي لي على كذا طفل من اللي شفناهم في التقرير ان دول اتولدوا عند حضرتك في الجمعيه. هم كلهم اتولدوا عندنا، يعني احنا جمعيه بقالنا 28 سنه. اول ما اشتغلنا مع فئه الاطفال بلا ماوى، او باللفظ العلمي اطفال الشوارع. احنا على فكره لما بنقول اطفال الشوارع ما بنشتمهمش، لكن ده المصطلح اللي كلنا في العالم كله متعرف عليه. فلما اجي اوصف الطفل ده بوصفه انا وبتاع امريكا وبتاع الفلبين وبتاع البرازيل. فاحنا لما بنقول كده عشان المصريين ساعات يقولوا لا احنا اولادنا ما يتقالش عليهم اطفال شوارع. ايوه، بس احنا بنستخدم هذا المصطلح علشان ده الحاجه الوحيده اللي بتوصف الظاهره اللي احنا بنقول عليها. ما نقدرش بقى نفرق بينها او نخلط بينها بين عمله الاطفال والاطفال الايتام ومجهولي النسب وكده. لا بس حبيت في البدايه قوي. لا اتفضل. احنا اشتغلنا الحقيقه من 28 سنه مع اطفال الشوارع، وكنا فاكرين في الوقت ده ان مفيش غير صبيان، ما كناش بنشوف البنات، بنات موجوده في الاشارات بتبيع كلينكس وبتاع وفجاه تختفي. فاقتنعنا كاخصائيين اجتماعيين ونفسيين في الوقت ده ان مفيش بنات وانها ظاهره ذكوريه. لحد ما لقيت بيدخل بعد 12 سنه، لقيت بيدخل عندي في مراكز الاستقبال النهاريه
بنات وانا مش واخده بالي. البنت حلقه شعرها تماما واخده كم خبطه سكينه في وشها، بتتكلم بشكل فالجر قوي او بشكل عنيف جدا، اعنف يمكن من الصبيان، لابسه ملابس فضفاضه ما تقدريش تميزي بينها. بالصدفه البحته عرفنا ان احنا بنشتغل مع بنات واحنا مش عارفين واحنا المتخصصين. فابتدينا نقول لهم انتوا ليه بتعملوا كده؟ ما هو المركز مفتوح لكله. قالوا عشان عرفنا ان قريه الامن ما بتشتغلش غير مع الصبيان. طب انتوا فين؟ انتوا كتير؟ انتوا عددكم قد ايه؟ احنا هنا واحنا هنا. ابتدوا هم يبقوا الجايد بتاعنا، هم اللي يرشدونا للاماكن اللي هم بيستخبوا فيها وبيعيشوا فيها، بعيد بقى عن اهاليهم وبعيد عن البوليس احيانا والى اخره. فتحنا قلنا لا، ما احنا مش معقول هنخدم الصبيان وهنسيب البنات اللي هم برضو احوج، لان مشاكلهم ليها دايما توابع. يعني انا دايما اقول الطفل الشارع عنده مشاكل في الشارع، بس البنت مصيبه لان البنت ليها توابع في مشاكلها. يمكن عدد البنات اقل من الصبيان بس مشاكلهم افظع من الصبيان. اولها المشكله اللي احنا بنتكلم فيها. البنت في الشارع بتغتصب طول الوقت طول اليوم. لو تسمعي حضرتك الحكاوي بتاعه البنات تقولي دي بنات عجزت، تبقى البنت 11 سنه و12 سنه بتتكلم زي ما واحده عندها 60 سنه من الهم اللي شايلاه، من الالم اللي حاسه بيه، اللي لا اهل سندوها ولا حد يعني حماها من الناس اللي عملوا فيها كده. فتحنا اول مركز سنه 2000 للبنات، وقلت ده هيبقى حاجه بايلوت كده نشوف نفسنا احنا كجمعيه برضو اول مره هنشتغل مع البنات وبتاع. بعد شهرين فتحت اقامه، ما قدرتش اخلي الرعايه النهاريه فقط زي ما انا عامله في السيركل بتاعه الصبيان. فتحت بعديها شلتر. استاذه حياتك عنايه صباحيه؟ طب وبالليل يروحوا فين؟ هقول لحضرتك حاجه، اطفال الشوارع غير اي طفل في مصر. ده طفل عنده خبرة حياتية عالية جدا، كل أنواع الناس عدت عليه، كل اللي استغلوه عدوا عليه، فهو طفل فاقد الثقة ناحية أي شخص. في اللي بيقدم له أكل ويغتصبه بالليل، في اللي بيقدم له خدمة ويقوله تعالى أما أخد عضو من أعضائك وأدي لك فلوس، فهو فاقد الثقة ما بيثقش في حد. فإحنا عندنا سيستم أو منهجية عمل، والحمد لله المنهجية دي بياخدها مننا كل الجمعيات اللي بتشتغل مع هذه الفئة من الأطفال حتى في الوطن العربي. يعني الحمد لله نحن سباقون كمصر في هذا المجال. إحنا بننزل للطفل في الشارع، يعني أنا مش فاتحة الجمعية وأقول أنا مستنية الطفل، لا. أنا عندي حاجة اسمها موبايل يونتس، سيارة ميني بس بسيطة جدا متقسمة من جوه عيادة وأماكن يجتمع فيها الأخصائي الاجتماعي مع أي طفل، ياخد منه بياناته بخصوصية، يحكي له ويعمل له. بننزل بهذه الموبايل بدكتور بممرضة بأخصائيين اجتماعيين، ينزلوا أماكن تجمع الأطفال في الشارع. طبعا مصر كلها ما فيهاش أطفال شوارع، يعني مش كل الشوارع فيها أطفال شوارع، مناطق بتبقى معروفة. بالظبط بالظبط يا فندم، وإحنا بنسميها مناطق الجذب، لأن طفل الشارع إذا ما كانش فيه حتة يشحت فيها وحتة يلعب فيها وحتة يتعالج فيها، يعني صيدلية وحتة يأكل فيها، دي ما تبقاش مناطق جذب بالنسبة له. مش هتلاقيه طفل الشارع ده في الصحراء، لكن هتلاقيه في وسطينا، لأن هو طفل ما ينفعش يبقى منعزل وناخده في عزلة ونحطه في حتة لوحده ونقول كده نبقى بنأهل أطفال الشوارع. لا، هو طفل اجتماعي جدا، حياته كلها في وسط الناس، سواء بقى حياته دي بيمارس فيها تصرفات سلبية أو إيجابية، بس هو حياته في وسط الناس. الموبايل يونت دي بتحاول تتصاحب على الأطفال في الشارع، ندي أكل، ندي رعاية طبية. تمام. ببلاش طبعا طبعا، بس انتوا الصبح بتتعاملوا؟ لا، احنا لينا اوقات مختلفه للموبايل يونت. لا مش قصدي الاقامه بتاعه الاطفال دي تبقى نهاريه بس. انا حابه اقول لحضرتك السيركل كام ده. لما الطفل بنتعرف عليه في الشارع ويبتدي يثق فينا، بيبتدي يقبل انه يجي معانا الستيج الثانيه او الخطوه الاخرى التاليه للجمعيه، وهي مراكز الاستقبال النهاريه. مش اقامه، مراكز استقبال نهاريه. الطفل بيكون وثق فينا حته، لما يجي مركز الاستقبال وانا مش برغمه على حاجه، لو عايز يقيم باخده الاقامه، لكن انا ما اقدرش اعرض عليه الاقامه من اول يوم، بيخاف، يقول لك بس هياخدوني يخطفوني يعملوني يفتحوا بطني يفتحوا كليتي كل الكلام ده. فطبعا احنا بنراعي هذا الخوف، لان زي ما بقول لحضرتك العيال دي عدى عليها كل الناس. طبعًا. فانا علشان يعني اكسب هذه الثقه بستحمل، وهو كمان بيختبرني. يعني ما انساش طفلي من الاطفال يقول لي ايه يا ابله، من الاخر انتوا عايزين مننا ايه؟
وانا هاري نفسي بقى عايز صحيه وبتاع. قلت له حبيبي مش عايزين منك حاجه، احنا عايزينك بس تسيب الشارع المقرف ده الوحش انت مش عارف ايه. بيبتدي يحس وهم عندهم قولون استشعار يا مدام هاله، بيحسوا بالناس طبعا. الصادقه والناس اللي بتستغلهم والناس اللي بتحب بجد والناس اللي عايزه تساعد بجد، دول مش اطفال عاديه. عشان كده الاطفال دي لازم تتوظف لان عندها قدرات جبارة تقدري تستثمريها إيجابيا، بدل ما يطلعوا علينا بمولوتوف طبعا. يطلعوا علينا برسمة حلوة بابتكارات جميلة بأنشطة تفخري إن الطفل ده طفل مصري. طبعا هناخد التليفون ده ونرجع تاني لأنه الحديث الحقيقة معاكي شيق جدا يعني. ألو مين؟ ألو سارة. يا سارة. أيوة يا دكتورة. مش أنا أنا باش مهندسة. على فكرة أنا بشكر حضرتك جدا 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 على استقبلت الدكتورة النهاردة إن هي اتكلمت في أهم حاجة بنعاني منها كمواطنين مصريين. تمام. وبجد أنا عايزة أقولها إحنا كشباب جروب جامعة عملنا نفس اللي هي أو بنبدأ في أول مرحلة لينا زي ما هي بالظبط بدأت فيها مشكلة البنات اللي هي على طول بتعاني من قضية الاغتصاب. برافو عليكي. واحنا دلوقتي بنقول لها انت فعلا بتعملي خير كبير جدا 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 وكذلك ان ربنا فيما بعد هيديكي جزاء قدره كبير عنده. مش فيما بعد ده دلوقتي اللي بيشتغل مع الاطفال دي بيشوفه في حياته مش فيما بعد. ربنا يكرمك. بس طبعا 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 يعني حضرتك بجد بجد احنا بنشكرك لان احنا فعلا كبنات يعني خايفين برضو ان احنا نمشي في الشارع طبعاً زيهم واي حاجة مساعدة احنا مستعدين. احنا كفوق 200 شخص واقفين حالا وبنقول لك اي مساعدة اي حاجة اي حاجة احنا ممكن نقف بجنبك ونساعدك فيها باذن الله. انا بشكرك جدا يا سارة بشكرك جدا وان يبقى في شباب صغير كده عنده السبيريت دي ده حاجه مصر دي والله بخير يعني جداً. ان شاء الله القادم افضل. احنا بيشرفنا ان من خلال برنامجنا نبقى حلقه التواصل. يا ريت يا فندم لان احنا مش بنحتاج بس فلوس، احنا اللي هي قالته دوت الاطفال بتفتكره العمر كله. الاطفال بتاكل وتشرب كل يوم ما هيش عارفه مين اللي جاب لهم الاكل ومين اللي لكن بيفتكروا اللي فسحهم، بيفتكروا اللي ساره قالت عليه ده مستعدين نيجي نقعد معاهم. دي حاجات مهمه جدا لا ينساها الطفل طبعا. واحنا محتاجين يا مدام هاله وشكرا لساره طبعا محتاجين قوي ان احنا نغير مفهوم الطفل ناحيه المجتمع. هو الطفل ده بيدمر في المجتمع ليه؟ لانه فقد الامل، احنا بنعامله وحش، احنا نظرتنا له وحشه كمان، ما حدش بيدي الفرصه الثانيه، فبالتالي الطفل يقول لك انا مهما عملت ما حدش بيديني الفرصه الثانيه، ابقى وحش اسهل. ما هو زي ما بنسمع وسمعنا في الايام اللي فاتت دي عن دور الايتام، طبعا احنا بنسمع كتير قوي عنها اكيد كده طبعا، انه بيطلع منها واحد بينضم لداعش لانه بيفقد فعلا الامل المصداقيه في ان الدار دي هتعلمه وهتشغله وهتديله فلوس وكذا، فبيفقد الثقه في المجتمع كله. بالظبط بالظبط. فبيبقى بيتلذذ كمان طبعاً. ان هو يؤذي المجتمع بالزبط. ودي المشكله بالزبط. ان هو الطفل بيبقى عنده شحنه عنف حضرتك صعب جدا علاجها وتأهيلها. أيوة. يعني البنت اللي مغتصبه دي علشان يعني انا عندي بنت تم الاعتداء عليها من قبل حد من قرايبها. طب استاذن حضرتك بس ناخد التليفون. شور. ايوه الو وفاء. الو مدام وفاء. ايوه ايوه معاكي يا مدام هان. اهلا بيك يا فندم. بصي انا عايزه اسال على طفل مجهوله النسب، هي جارتي في المنطقه، عايزه اسال هل لو الدكتوره عبله عرفنا نتواصل معاها نبعت الطفله دي عشان هي كده عندها 8 سنين ولا مدرسه ولا اي حاجه، بس هي جد الام معروف والام معروف انما الاب مش معروف. الحاله زي الام كده زي بطن كريمه اوجع كده في الفيلم بتاع مفهوم حضرتك مفهوم أي مفهوم أي أي. هي الام كده نفس الحاله، انا عماله اشوف لها اي دار تتبناها. ينفع مدام؟ ينفع يا حبيبتي ينفع طبعا ينفع. انا يمكن ما بشتغلش مع الفئه دي قوي لكن الحالات اللي زي دي لازم اخدها كامرجنسي وبعد كده ممكن اوديها تحت اشراف وزاره الشؤون لاي جمعيه زميله اخرى بتعمل مع هذه الفئه من البنات. طب حضرتك سيبي نمره تليفونك
وهنتواصل معاكي، وبنشكرك طبعا جدا طبعا على فعل الخير اللي هتعمليه. لا، والكيس بتاعتها هي مش مجهولة النسب قوي، لأن قانون الطفل المصري وتعديلاته سنة 2008، ويمكن دي من الحاجات اللي احنا اشتغلنا عليها جامد قوي مدام هيلا علشان تتعامل، لأن البنت الصغيرة دي اللي كانت بتحمل بطفل بيبي مجهول الأب، لكن هي معلومة هي وأسرتها وأهلها. فأنا بالظبط بالظبط، فإحنا غيرنا قانون الطفل عشان الحالات اللي زي دي وعشان الحالات اللي عندي. طب وتتثبت بقى طبعا بحط جداً. بس القانون يتنفذ يا مدام هال، إحنا من 2010 في وقت الإخوان وفي وقت الثورة والكلام ده، كل الإنجازات الإنجازات الحقيقة اللي إحنا عملناها لمدة عشرات السنين فيما يخص الطفولة والمرأة وكده، كلها رجعنا تاني للنقطة زيرو. يعني قانون الطفل اتغير سنة 2008 وتحط فيه بنود كتيرة جدا بتضمن الأوراق الثبوتية لطفل مجهول، يعني طرف من الأطراف بالزبط. الأب بالزبط. الأم موجودة وأهلها موجودين، بيطلع لها شهادة ميلاد. العالم العربي كله بيعمل كده إلا مصر كانت. طب يطلع لها شهادة ميلاد باسم الجد؟ أنا لما بلاقي طفل في الشارع مجهول النسب بعمل إيه؟ باخده الاسم، وفي الاسم بيتم وضع اختيار اسم له أب واسم أم، أي اسم طبعًا. طيب أنا دلوقتي الأم معلوم، بختار أي أب. يعني بيتعامل معاملة نصف اللقيط أو نصف مجهول النسب. أيوة. لكن الطفل ده بيبقى عارف إن له أصل وإن له أم طبعًا. وإن له عيلة طبعًا. والحياة بتتغير تمامًا. يعني أنا تعاملت مع الأطفال مجهولي النسب، صحيح ما عندهمش المشاكل السلوكية بتاعت الأطفال بتوع الشوارع، بس استني بقى لما يبقى 9 سنين وثمان سنين أنا مين يا ماما؟ طب بابا فين؟ طب أنا فين؟ لدرجة أن أنا مرة عندي الفئة دي في فرع لوحده قلت لهم حبايبي أنتوا كنتوا في زلزال والعمارة وقعت وإحنا خدناكوا كلكوا، فكلكوا أهليكوا ماتوا. ما أنا لازم أقول كده، طفل 8 سنين ما أقدرش أقول له أنت إيه؟ فيقول لي طب عايزة أزور قبر بابا. عارفة بقى بيعجزك يعني. أذكية جدا جدا، وهو في الآخر بيبحث عن ذاته وبيبحث عن نفسه. فشوفي طفل الشارع ده أكثر حظا من الطفل مجهول النسب، لأن على الأقل باللي اتعمل فيه ده كله له حتة معروفة، له فردة معروفة زي ما بيقولوا، فبيتعلق فيها مهما كانت الأم دي. حاضر. الموضوع اللي كنت هتحكيه لنا وأنا قطعتك عشان التليفون. بقول لحضرتك ان التأهيل النفسي للبنات اللي تعرضوا لصدمات نفسية كتير صعب جدا وبياخد وقت. يعني البنات اللي بيتعرضوا للاغتصاب اكتر من اهليهم، الاخ الاب الكلام ده. يعني انا عندي حالة فقدت النطق لمدة سنة، البنت من التروما اللي عندها او الصدمة اللي عندها ما بتتكلمش. فشوفي حضرتك المجهود اللي بتعمل واحدة زي دي، والأمان اللي بتديهولها، وإنها تحس إنها في حضن عيلة وفي حضن أطفال تانيين، وإن الشر اللي هي خايفة منه ده مش هيجي عليها تاني، والشر ده جاي لها من أقرب الناس إليها. فكل ده بيأثر على نفسية الأطفال، فعشان تعالجيه بياخد وقت. نطلع فاصل سريع ونرجع تاني مع حضرتك. أوكي فضل. ورجعنا تاني مع الدكتورة عبلة. دكتورة عبلة، حضرتك قلتي لي في الفاصل انه مش بس اطفال العشوائيات اللي بيبقوا اطفال شوارع. بالظبط. في اماكن تانية، يعني احنا لو هنحطها في اطار علمي هنقول ان الظاهرة ما هياش ظاهرة اقتصادية. يعني اللي ما عندوش فلوس عيره في الشارع، لا ما هياش كده، هي ظاهرة اجتماعية في المقام الاول. صحيح نسبة كبيرة منها عندهم مشاكل اجتماعية بجانب الفقر، لكن هي بتتلخص في ايه مدام هالة؟ أيوة. ان طفل فقد الرعاية والحنان داخل اسرته الطبيعية فبيدور عليها في حتة تانية. قيسي على كده كل الاسر المصرية اللي موجودة بكامل اختلافاتها ومختلف طوائفها، ان طفل مش لاقي حد يتكلم معاه ولا يحن عليه ولا يشبع رغباته واهتماماته، فبيبحث عن إشباع هذا الاحتياج النفسي والمعنوي في حتة تانية. الحتة دي ممكن تبقى الشارع، ممكن تبقى أصدقاء السوق، ممكن تبقى الجيران، في أي حتة. فبالتالي يعني أنا بقول لحضرتك إحنا 28 سنة في هذا المجال، ياما ورد علينا أطفال من مستويات مختلفة ومدارس أجنبية ومدارس دولية، لكن الأم مش موجودة والأب مش موجود، والطفل يا مع العاملة اللي في البيت أو مع السائق، وفجأة لقى نفسه في الشارع بينجذب ناحية اهتمامات لأطفال غيره وبقى واحد منهم.
وبيقعد بيقيم فيه. بيقيم هو عايز احتياجات معنوية، ما يفرقش معاه إذا كان معاه فلوس ولا لا، ما الفلوس موجودة، لكن هو مش لاقي حد يمارس معاه الأنشطة النفسية بتاعته اللي بيتمتع بيها أي طفل في أي أسرة سوية. طب هل أنتوا جالكوا في الجمعية النوعيات دي؟ جالي كتير. كتير. ويمكن هذكر لحضرتك حاجة، يعني كان طفل عمه في منصب كبير جدا، وكان في قناة، أحد القنوات الفضائية، كان زمان قوي أول ما فتحنا، بتاخد أحاديث من الأطفال، فالطفل قال وأنا عمي فلان ومش عارف إيه، الجمعية قفلت أسبوع. لا والله. والله، يعني مش عايز أقول لحضرتك إن الطفل من المعلومات اللي قالها، لك أن تتخيلي وزن هذا الشخص في الدولة. فيعني احنا بنشوف طبعا مواقف كتيره جدا، ظاهره اطفال الشوارع مش بعيده عن اي اسره مصريه، لان هو افتقاد للحب والحنان والاهتمام. فاحنا يمكن من برنامج حضرتك، وده منبر محترم، نحب ندي للاسره المصريه رساله مهمه وبسيطه: احضنوا اطفالكم وخلوكم معاهم، لان هذا الانفصال والانفصام مش هيوصلنا لحاجه غير في الشارع. وبعد اذن حضرتك، كمان في اسر كثيره قوي الام مشغوله زي ما قلت والاب مشغول، فقال يعني بيرضي ابنه او بالفلوس، انه يديهم فلوس ويجيب لهم عربيات، ده بيبوظهم اكتر. ده اكيد، لان هو يعني هيستغل في سنه ده الفلوس في ايه بالظبط كده؟ هياكل بيها ويشرب بيها؟ لا، هيعمل بيها كل ما هو غلط، لان ما حدش بيوجه ولا حد فضيله. وبعدين حضرتك يعني الناس لازم تقعد وتبقى صريحه مع نفسها، ما حدش بياخد كل حاجه من الدنيا دي. يعني لو سالتي اي حد، ولو سالتيني اقول لك انا عايزه ابقى عندي اسره طبيعيه وعندي ولادي في حضني وابقى في مركز عالي جدا وعندي فلوس الدنيا كلها و و و هو ده البني ادم الطبيعه البشريه. أيوة. بس nobody's perfect، عمر ربنا ما هيدينا كل حاجه. طبعا. هنا بقى الاختيار والاولويات، يا اما اقول لا انا ولادي في حضني اهم من ان انا اشتغل شغلانتين واطلع في كذا برنامج تلفزيوني واعمل واسافر واروح واجي، يا اما اخد من هنا حته ومن هنا حته، مش لازم ابقى on the top of everything، يعني مش لازم خالص ابقى واخده كل حاجه من الاخر. كمان الاولويات دي اللي الناس لازم تعملها مع بعض كأسر، هي اللي بتخلي الأسرة دي إما أنها تبقى متماسكة وراضية وعندها نوع من أنواع الرضا، وشايف عيالها بتكبر قدامها وسعيدة بيهم، ويكفي الستر والحضن والدفء اللي في العيلة، لأن مش كل الناس عندها هذا الدفء ولا تشعر بيه. في أطفال أهو في الشارع مش بردانين من البرد، بردانين من الأسوأ. معنا تليفون أميرة. ألو يا أميرة. ألو، مشي الأميرة. طيب، في يعني حضرتك بتعالجي الفتيات المغتصبات لحد سن معين ولا فورايفر بقى لحد؟ ده سؤال جميل جدا. احنا الصبيان كنا واخدين معاهم ان الشاب لما الطفل لما بيكبر بيبقى شاب، بيخلص الجامعه بتاعته او البرنامج الحرفي بتاعه، بيدخل الجيش، يطلع يلاقي شقته بينفصل عن الجمعيه، وابقى انا بيت العيله اللي هو بيرجع لها وقت اللزوم. شقته انتوا بتوفروها له؟ انا بفتح دفتر توفير، وجزء من التبرعات بيدخل في كفلاء وفي متطوعين يحبوا يقولوا انا يعني الطفل ده عايز اجيب له كذا، فبيحط هذا التبرع في دفتر توفير الولد. لما بيكبر بيبقى عندي مقدم شقه، اقول له حبيبي خد الشقه اهي وانت كمل اقساطها. يعني انا طبعا كجمعيه ما بقدرش اجيب له شقه بالكامل. طب ما انتوا بتعملوا تقريبا شبه دار الايتام، بس طلع على التلفزيون من كام يوم ناس كتيره قوي يعني اشتكوا جدا. هي كل دور الايتام صالحه ان يتربى فيها؟ لا، كل دور الايتام عندها احنا بنسميها دراسه الحاله او اداره الحاله. انا يا مدام هاله من اول ما باخد الطفل من الشارع انا عارفه ده لما هيخرج ايه. مش كل الجامعات بتعمل كده، ودي مشكله في الجامعات الحكوميه واهليه كمان. أيوة، انهم بياخدوا الطفل في فتره ما هو طفل، ياكلوا ويشربوا وكل حاجه ومفيش مستقبل. طب الطفل ده لما يخرج من عندك عنده 21 سنه شاب كده ما شاء الله، ده لما بيروح حتى الجامعه او المدرسه واتفر يعني بيروحها، ما بيدروش المصاريف اللي يروح ويجي بيها؟ لا، دي حاجه، دي الحاجات الشواذ اللي احنا يمكن الدكتوره غاده والي وزيره التضامن يمكن من سنه كانت حلت مجلس اداره احدى الجمعيات في التجمع الخامس، وجابت لي انا العيال كلها. نتيجه هذا التلاعب ونتيجه ان الاطفال
لا تحظى بالخدمات الاساسيه. انا ما اقدرش اقول لجمعيه هاتي لكل طفل شقه، لان دي تكلفه طبعًا. انا ما اقدرش اوفرها لكن طبعًا. انا اقدر اجيب له مشرف اجتماعي كويس يربيه كويس ويحل محل الاب البديل والام البديله، اقدر اكله كويس اعلمه كويس على قد ما بقدر، لان انا في الاخر عايشه على تبرعاته وامكانياتي محدوده. انا مش هعمل له الفانسي لايف اللي يطلع يلاقيها طبعًا. ده مش ده اكيد ولا جمعيه، لكن مش هسرقه كمان اللي فيها اسره فقيره بس متوسطه. والله يا مدام هال ساعات بلاقي اسر جايه جايبه لي العيال كلها، يا ست ايه تقول لي ما انتوا ما شاء الله بتربوهم احسن. اقول لها طب انا هديكي قرض صغير، ده انا الاسر اللي من النوع ده فتحت لها اداره للاقراض علشان اقول لها وانت في بيتك اعملي اي حاجه وخلي عيالك في حضنك. انا عمري ما هبقى زيك، انا هبقى مام تقال بديله بس عمري ما هبقى زيك، فانت استسهلتي جايبه لي الاسره كلها. ما احنا مش عايزين نشجع ده كمان. ما هو ده كمان برضو يا دكتوره عبله في حاجه برضو عايزين نناشد الناس، يا جماعه كفايه طفلين يعني ده أكيد يا فندم. دي ده تلاتة تلاتة بلاش طفلين، لكن لا. مش عشرة. ما هم مش عشرة. في بعض الناس بيحطوا في دماغات الناس اللي هم يعني بسطاء شوية إنه لا حرام إن أنت تمنع الخلفة. لا ده كلام مش مظبوط. الحرام إنهم يترموا في الشارع. ما أنا يا ريتك أنت بتحضنهم وبتاخد بالك منهم، ما أنا اللي باخدهم في الآخر. أو بيشغلهم. يعني يا سلام أو بيستغلهم. يعني الشغل أنواع يا مدام هالة. أيوة يعني بالزبط. إحنا ياما شفنا سجننا أسر لأنها بتدير شبكة دعارة ببناتها. فتخيلي الأب والأم بيعملوا في بناتهم كده، فدول مين دول اللي أنا أبني بيهم مجتمع؟ يعني أنا أخلي أسرة زي دي تحدد مستقبلي أنا كدولة؟ ما هو برضو ما ينفعش. يعني مين اللي يكتب دستورنا؟ مين اللي يمثلنا في البرلمان؟ مين اللي يخطط مستقبلنا؟ أكيد مش النوعية دي. يعني إحنا لو عايزين ننهض بمصر لازم يبقى في تعليم كويس، ولازم يبقى في صحة كويسة، ولازم نبقى قادرين نطلع جيل محترم وفاهم يعني إيه تنمية. مش انا بخلف وخلاص وارمي في الشارع، واللي زي الدكتور عبله افضل كل سنه يتضاعف عندي العدد علشان الاسر بترمي في الشارع وما عندهاش اي مشاكل. يعني ما عندهاش اي مشاكل بمعنى الكلمه. بصي بقى هقول لك على حاجه يا دكتور عبله، انا هستاذن حضرتك ان احنا يبقى لنا مقابله ثانيه بجد، لان الموضوع ده اصلا موضوع مهم جدا ويلمسنا كلنا كلنا. اه بالظبط. اذا انت حضرتك بتقولي ان في اسر قادره انها تكفل اطفالها بس هم ايه قال لك وانا لسه هربي واودي مدارس واعمل اهو واروح نخلف تاني. طب ما هو يعني معلش هنستاذن حضرتك ان انت تشرفينا والله، لان الكلام في المواضيع دي بجد يعني لازم نفضل نكلم فيه الناس كلها. ده اكيد، وانا بشكر حضرتك على الدعوه دي لان الناس لازم تسمع الكلام ده بالزبط. مش عشانها نفسها، عشان حتى اللي بتشتغل عندها. أيوة. والجارتها التوعيه كلنا نوعي بعض. بالظبط. انا بشكرك جدا يا دكتوره عبله حضرتك، وجزاك الله كل خير يا رب. ميرسي يا فندم. ان شاء الله. شكرا لك. اروح لحسن حسوره. حسن معترض عليا يا جماعه في اي حاجه انا بعملها، مش عارف مع ان انا مش معترض. انت بتعقديني. بعقدك؟ ايوه بالسرعه يعني بالسرعه، وفي نفس الوقت يعني بتمسك المستقشر بالسكينه. احنا بنعمله كده بلدي لما ناكله ولما لما لا لما نقطعه في اولا. ازيك يا حسن؟ ازيك يا ست؟ عامل ايه يا روح؟ الروح وحشاني. بص انت عملت ايه؟ أهو. طب ليه يا ابني؟ ليه؟ ده انت غريب قوي يا جماعه. النهارده حسن هيعمل لكم اكله لطيفه جدا. هتعمل ايه يا حسن؟ هنعمل رز بالشعريه مع صينيه بسله باللحمه ني في ني، ما فيهاش بقى يعني إيه؟ بسله بالجزر واللحمه ني في ني. هنجيب لحمه موزه وبسله جزر طماطم مبشوره طماطم بوري بصل ملح فلفل وفلفل حامي. نقول تاني المقادير. يا استاذ مجدي. لحمه موزه بسله جزر. لا ده هي ايه؟ بص انا مش عايز اقول لك، ما انا بقول لسه بقول لها دلوقتي قبل الهوا، بقول لها انت بتعقديني يا استاذه. قالت لي ليه عشان انا سرق. بص يا استاذ مجدي الله اكبر عليها، يعني بتقطع ايه؟ ما فيش بلانش بقى وايه والشغل بتاعنا ده. بيتي احنا. لا وايه ده الموز اللي هو الغالي يا استاذ مجدي، واخد بالك؟ يعني هو انت جاي موزلنا بيه ولا ايه؟ لا نشيل الحته السوداء اللي فوق دي. حاجه غريبه قوي يعني.
لا لا نغسله لازم طبعا طبعا. لا حسب ما فله. بص يا استاذه حمرنا الشعريه. ايوه عشان في ستات بتحب ان هي تحمر الشعريه لوحدها وتعمل. لا احنا حمرنا الشعريه اهي بالشكل ده. واخد بالك يا استاذ مجدي؟ انا بعمل كده يا حسونه. حمرناها ثلاث ارباع. حمر الشعريه الاول لوحديها وبعدين احط الرز. ثلاث ارباع تحميره كده وبعدين ننزل بالرز بتاعنا اهو بالشكل ده. وبعدين نبدا نملح الرز بتاعنا معلقه ملح. انا احب ادي للرز سنة فلفل اسمر صغير يا استاذ حبيبي عشان يدي تيست كده. اتفضل يا استاذ سيد. اقطع الفاكهه كلها ولا عايز منها شويه لبعد بكره؟ مش انت قلت هتعملي فروت سلطه النهارده؟ ما هو يلا بقى عايزين ناكل احلى فروت سلطه. عيني يا باشا. ناكل يا استاذ مجدي كده فروت سلطه عشان ايه؟ عندك زبادي؟ عندنا بقى اجيب لك احلى من الزبادي. ايه بقى؟ اهو اتفضل يا استاذ. ايه ده؟ كريمه لباني وادي عصير مانجا وادي عصير فراوله وادي عسل ابيض. عندناش حجه. لا ما عندناش حجه بس انا عايز زبادي. وادي برتقال يعني. نعمل ايه تاني؟ ولا حاجه. هات زبادي يا سيد. خليك في حالك بقى. هات زبادي يا سيد. استاذ احمد من الجيزه. الو استاذ احمد. الو مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا بنتي. معلش سامحيني ان انا هتكلم على مهلي لان انا لا. عندي 69 سنه وراجل مريض شويه. معلش. ربنا يديك الصحه يا رب ويشفيك ويعافيك. اؤمري انا الراجل عندي 69 سنه حاطط 10 مسامير في ظهري واربع شرايح وعامل نخاع شوكي في رجلي وظروفي الصحيه والماديه صعبه. كنت شغال في هيئه النقل العام عامل طلعت عن معاش خدت ادوني 380 جنيه 45 قرش زاد المعاش بقى لحد النهارده 816 ساكن ب 300 جنيه بدفع ترانش وبدفع ميه وبدفع كهرباء وعندي بنتين وولد على مهلك. على مهلك. طيب اتكلم انا بدل عنك حضرتك بعد اذنك. حضرتك محتاج ان حد يعني يكفل حالتك صح؟ وعليا ديون يا بنتي. حاضر. طيب قول لنا طلباتك ايه بعد اذنك. انا مش عايزه اتعبك في الكلام. امنياتي في الحياه اسدد ديوني وسط العرض بنتي وازور الكعبه الشريفه ان شاء الله. ربنا يقدرنا يا رب. طيب حضرتك ممكن بعد اذنك تسيب تليفونك واحنا هنتواصل معاك فريق الاعداد وان شاء الله ربنا يقدرنا ان احنا نفك دقتك يا رب ان شاء الله. وحضرتك طبعا صحيا لما هتجيلك رحله العمره اللي البرنامج هيهديها لك هتبقى في اتم صحه وعافيه يا رب ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يديك الصحه والعافيه. طيب احنا جالنا متبرع كريم يا جماعه لحاله الحاج عبده اللي جالنا في الفقره اللي فاتت. ومتبرع كريم وانا بشكره جدا. انا عارفه هو مين بس هو مش حابب انه يقول اسمه. ربنا يجازيك كل خير يا رب. متبرع شهريا ب 1000 جنيه للحاج عبده. الله يبارك لك. الله يبارك لك يا رب. متبرع كمان للحاله اللي كانت معانا على التليفون دلوقتي ب 1000 جنيه شهريا. الله يجازيك كل خير يا رب. الله يجازيك كل خير. معانا الاستاذ خالد البرنامج. الاستاذ خالد حسونه اللي طلع عمره من البرنامج. الو يا استاذ خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على السلامه يا حاج. يا اهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله على سلامتك. يا رب يخليكي حضرتك. يا رب يخليكي حضرتك. يا رب يسعدك. الحمد لله. اتبسطت طبعا يا حاج خالد صح؟ والله 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 يا استاذه هاله يعني اللهم لك الف حمد وشكر.
يا رب. والحمد لله والف الف مليون شكر لكل اللي كلف يعني اي بصمه ولو حتى بسيطه في موضوع العمر ده، لانه بصراحه لا يبارك لك متعه ما بعدها متعه. طبعا طبعا يعني حاجه فعلا ما لهاش علاقه بالدنيا ولا بالحياه، ويمكن الواحد مهما وصف ما بيقدرش يحس بيها اكيد الا لما يعني ربنا بيمن عليه فيها فعلا. اكيد الف مبروك يا حاج، الف مبروك، ويا رب يبارك في حضرتك. وانا طبعا يعني بشكر البرنامج جدا، وبشكر قناه الحياه، وبشكر برنامج حضرتك، وبشكر الحاج يوسف بجد. يعني ربنا يبارك للجميع يا رب، يا رب ويقدر كل الناس على فعل الخير، يعني يا رب فعل الخير والحاجه الكويسه. والف حمد لله على سلامتك، وما تشكرناش، ده ان ده واجبنا حيال اخواتنا اللي بيبقوا الغير قادرين. وفي ناس بيبقوا دايما بيبقوا سباقين لفعل الخير. يعني المتبرع الكريم اللي كان معانا اللي تبرع فعلا ما بيستناش يا جماعه، وبالتالي انه ما بيفكرش، يعني على طول بينفعل ويروح ماسك التليفون وطالبنا ويقول انا يا جماعه كذا كذا كذا. جزاه الله كل خير. الراجل ده يعني مش عارف. طب والنبي يا استاذ هلا وصيه عليا شويه. ده انا هوصيه بالعكس. ايه رايك؟ لا عشان هو بيصدق. لانك انت مضايقني. والله العظيم بيصدق. ايوه ماما. خدك عشان هو بيصدق. على ما بيصدق هو اصلا قبل حلقه مديني كلام بجنيه مقدمه. والله العظيم يعني حسن ده من احسن الناس. ربنا يبارك لك. ووش الخير على اللي بيشتغل معاه. ربنا يبارك لك يا استاذ. انا بقولها بجد. والله العظيم وش الخير فعلا يا حسن. ربنا يعزك. بس لو عملت لي بط هحبك اكتر. حاضر. ماديه قوي انا حاجه قصاد حاجه. انت ايه ده؟ لا المفروض ما بقاش كده يعني. اقول له ايه؟ صراحه لازم وبيني. لازم كلنا نبقى كده. بصوا يا جماعه انا عملت لكم الفروت سلاد. فروت سلاد. عقدي عقدي. عقديني عقديني. ده انا لسه كمان لما تشوف المقادير. ما تصور يا استاذ لحظه سقوط الفراوله على ال بصوا يا جماعه ده زبادي. زبادي لحظه سقوط الزبادي على الفريز سلام. بريكش اهو. انا بعمله كده حسب ما بيحطش زبادي. انا بحط كريمه لباني. كريمه لباني. حطينا زبادي وكريمه لباني. ايوه طبعا. اللي هو الويبينج كريم هو عايز يحط مانجا. نحط مانجا. مانجو اهو. ايه ده الطبق كان على سيد سيد. الحق الاستاذ سيد بسرعه. بس انا مش عايز احط بقى العصير الفراوله ده يا حسن. نعم. ونحط عسل النحل شويه شويه صغيرين عشان بس يلون اساسا. لو انت حابه يعني مش حابه خلاص زي ما انت بتعملي براحتك. لا انا بعمل انا بعمل انا بعمل كده الفاكهه وبحط عليها زبادي وكريمه لباني. الله عليك. وعسل نحل. الله عليك يا استاذ. والنبي يا حبيبي ما هزعلك اهو عشان اللون. النبي يا رب ما يحرمني منك. انا منك يا حبيبي. هنقلها لك هنا؟ يا حضرتك ولا ايه؟ نقلبها بقى. اهلا اهلا وسهلا حبيبه قلبي مدام هيام يا جميله. ازيك يا مدام هالة يا احلى هالة في الدنيا كلها. ازيك يا روحي عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا شيف حسن؟ بتقولك ازيك يا شيف حسن. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ بيضحك مش فاهمة. مش انا وانتوا طيبين. انا مع استاذ مجدي يا روحي. كل سنه طيبه. انا هكلمك الا يزعل مني وما اسلمش عليه. بالظبط كده عشان هو بينفسن. حضرتك يا مدام هالة بينفسن عليا يا هيام. ربنا يخليكي يا حبيبتي. وما شاء الله انا فرحانه جدا جدا بالبرنامج الناجح. يا رب يخليك. ما شاء الله ربنا يخلي قناه الحياه والقائمين عليها. يا رب. بقول لهم كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه. وبالذات المخرج العزيز الاخ الغالي استاذ مجدي. ربنا يخليك يا رب. كل سنه وانتم
العب بقى. وانت طيبه يا روحي، ربنا يسعدك. نعم مدام هاله، عيني عايزه اقول لك مقادير بسكوت تحفه تحفه تحفه، ايه رايك؟ ايه رايك يا حسن؟ يلا يلا بك، منافسين كتير. اتفضلي يلا يلا. ربنا يخليك. بصي يا شيف حسن، نعم اتفضلي. كيلو دقيق، كيلو دقيق، اربع بيضات، كوبايه الا ربع زبده، ربع كوبايه زيت، باكو بيكنج باودر على كيلو دقيق، ورشه ملح صغيره، ورشه فانيليا. مش عايز اي حاجه تاني الا هي البيض والزبده والباكو بيكنج باودر جوه الدقيق، ويتضربوا بالمضرب اليدوي، ومفيش اي حاجه. هنحط الدقيق واحده واحده، لما تلم المحتويات اللي عملتهم كده ممكن ما ياخدش كيلو دقيق، وبيتعمل في المكنه. جميل جميل يا مدام هاله، ربنا يحللك ايامك يا رب يا هيام. شكرا يا قلبي، متشكرين. بتجيلي الوصفات من اسكندريه عشان ما تعمليش فيها حركات. عشان اسكندرانيه بس، حبايبي كلهم اسكندرانيه، مش قادر اتكلم. المزه الكبيره اسكندرانيه، واللي بيشتغل معاهم اسكندرانيه. اسكندريه واهل اسكندريه شابوه. بامبك بقى شابوه. لا ما اقدرش اقدرش، غريبه جدا. ازاي بتجيب بامبك دي منين؟ بامبك يعني بيبامبك. بصي حضرتك قولي بقى، قولي الوصفه دي. لا لا استنى يا مجدي بقى لحسن، قال لي ايه؟ قولي بقى الوصفه دي. بصل. أيوة. وتوم. ايوه. وبعدين راح حاطط البسله. ايوه. وحط عليها الطماطم البيوري. اي بوري. وكان سالق اللحمه. أيوة. حط اللحمه على البسله. ايه بقى الافتكاسه؟ ايه الافتكاسه حبيبي؟ ماشي والله العظيم انت بص بتختار. خد يا خد يا عم سيد، ما انا هقول لك. ارمي دي والنبي. لا ارميها ازاي؟ في الفرن. ارميها لا في الفرن. في الفرن؟ في الفرن. ايه؟ ال ال الصينيه دي انا اصلي عند هنعمل ايه طيب؟ في المرمطه اللي هو بيمرمطها لي دي. والله ما فاهم حاجه. تعالى يا ابني جي. والله العظيم ما فاهم حاجه. ال 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 البسله دي الاكله المفضله لحسين ابني. لا ما اقدرش اظروفه حتى دلوقتي عشان ده سايل الصينيه. سيد شال الصينيه وحطها في الفرن. حسن هيحط حته الموزه دي في الزبده. بص بقى الموزه عامله ازاي. اللهم صل على النبي، الله اكبر. لا صراحه مكلف. لا والله يا حسن. خدوا 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 دي. لا نحط دي هنا بقى. بريك بريك يا جماعه. يا جماعه حسن عمال يضرب الفروت سلاد مش قادر يبطل. انا يا جماعه عملت لكم الطبق ده وحمرت لكم حته اللحمه دي، بس الحقيقه حاولت اخبيها تحت الرز عشان الناس تاكل الرز تشبع، ناكل احنا اللحمه بس ما عرفتش. مهم يعني انا بقول لكم الف هنا وشفا، وان شاء الله الحلقه النهارده تكون عجبتكم. انا بشكر جميع العاملين معانا في الاستوديو وفي الكنترول روم، وبشكر مخرجنا المتميز والاعداد وكل الناس الحلوه اللي اشتغلوا معانا، وبشكركم انتوا كمان، وبشكر قناه الحياه القناه رقم واحد في مصر، وان شاء الله يا رب العالمين تبقى القناه رقم واحد في العالم العربي كله. وتحيا مصر.